مرض السل ده مرض مختلف تماما. المرض السل ده اللي هو ايه؟ اللي هو الدرن. ده ميكروب بكتيري كان موجود من زمان قوي، لدرجة ان هو موجود في قدماء المصريين، موجود في موصوف في برديات كثيرة في قدماء المصريين، فأصيب منه ناس كتير جدا على مستوى العالم. في فترة العشرينات والتلاتينات من القرن الماضي مات من السل، من الدرن ده، قد اللي ماتوا في الحرب العالمية الأولى والتانية على بعض. فكان مرض خطير جدا، لكن من أول آخر الأربعينات وأول الخمسينات ابتدى يظهر مضادات حيوية مضادة للدرن بالذات، اسمها مضادات نوعية ضد الدرن. ابتدى يتعالج الناس بهذه المضادات. ابتدى كمان يظهر تطعيم بتاع الدرن، وده تطعيم مهم جدا لأنه بيمنع أن الدرن ينتقل من الرئة ويروح حتت أخرى، لأن الدرن بيصيب جميع، مش بس في حاجة اسمها درن رئوي في الرئة، وفي درن في الجسم اللي هو درن خارج الرئة، وده ممكن يصيب المخ، ممكن يصيب العمود الفقري، ممكن يصيب العظام، ممكن يصيب أكتر سبب مثلا العقم في السيدات والرجال كان في مصر كان سببها الدرن. لكن النهاردة لو أنا خدت التطعيم بتاع الدرن، تطعيم الدرن موجود دلوقتي بيتاخد في أول 40 يوم من الولادة، ثم بعد كده بيتاخد في سن 5 أو 6 سنين، ثم 12 سنة. دلوقتي موجود منظمة الصحة العالمية وفي كل حتة، موجود في مصر من التطعيمات المهمة. الدرن الآن مصر استطاعت بحاجة اسمها البرنامج القومي لمكافحة الدرن إنها تبقى من الدول اللي فيها الدرن ابتدى يبقى يتحكم فيه. صحيح لسه موجود عندنا بعض حالات الدرن موجودة، لكنها حالات بقت بسيطة، وبقت ما فيش حالات شديدة بتوصل للمخ ولا للنخاع الشوكي.